الأكارم في كل مكان، مرحب بكم بعد الحلقة الجميلة دي. أكيد نحن يا جماعة عايزين نعرف آراء الناس حول هذا الأمر، وياريت نحن معانا منو نتعرف عليك؟ يونس أحمد. يونس كيف أحوالك؟ حجوسي فينا؟ أيوة الحجوسي. أول مرة تجي الحلقة ولا؟ لا قاعد يجي طوالي. طوالي والله ما شاء الله. طيب رأيك شنو في كلام الشيوخ اللي كان قبل شوي؟ كلامهم كله حقيقة. حقيقة. كلام حقيقة، لكن ما عصروا شوية على الصوفية يا أخي. والله ما عصروا عليهم شوية كده؟ لا قالوا الحقيقة بس. يا زول يا أخي البرهانية دي ما ناس تمام، مرات كده عندهم حاجات جميلة ونوبة وحي غيوم وحاجات ظريفة كده. والله يا. قالوا الحقيقة بس. الشيوخ قالوا الحقيقة؟ أنت مع الشيوخ يا أخي، والله يبالغ يا أخي. أنت مع الشيوخ، تعال. أتعرف عليك؟ حماد محمد حماد بريقع. حماد أها، رأيك شنو في الكلام اللي قالوه قبل شوية؟ كلام حميد جدا، ونحن بنرتاح له يعني. قبل ده جينا هنا وقاعدين يعني وأرشد الشباب يعني، والشباب كلهم مشوا على خير، ونحن بنتمنى الحلقة دي تكون أكبر من كده. أكبر من كده كمان؟ تكون أكبر من كده والناس كلهم يمشوا على خير إن شاء الله. لا والله تمام والله. طيب ده كلام جميل، رأيك في النهاية نحن بجد بنحترمه شديد. وبرضو كمان معانا مسكول صغير، حيوه معايا يا جماعة. يا سلام، اسمك منو؟ محمد. محمد، رأيك شنو في كلام الشيوخ الليلة؟ والله كلام جميل وكلام حار. برضو تاني دق الصوفية دي تاني. لا يا جماعة. طيب رأيك شنو في الكلام اللي قالوه البرهاني ده؟ المعناس كويسين يا المعناس تاني دقون. تاني؟ لا والله ده كلام عجيب، رأيك فينا نحن نحترمه. يا سلام، تعرف عليك. محمد يحيى سنين محمد. انه والله النازل ما شاء الله، انه بدعوا في الدعوه بتاعت الشركيه، الدعوه بتاعت الصوفيه، انه دعوه شرك، ونحاول نتخلص منه، لانه هو ذات الوباء بتاعت البلد دي ماشي، انه تحلق، وانه ابونا البراء الشيخ ده، ونزل الله النازل، ربنا يوفقهم ان شاء الله. اولياء ما في اولياء؟ والله يا اخي الاولياء صالحين، لكن ما بالمعنى اللي انه بيقولوا عليه يعني ابوك الشيخ سوى، ابوك الشيخ سوى، الكلام ده كله كلام فاضي زايد يعني. لكن الصوفية دي المرات كده نحن يعني مثلا الواحد الشيخ الصوفي ممكن تجي تقول له يا شيخ اديني الجنة، ممكن يساعد في انه انت تقوم تلقى لك جنة ولا حاجة. ربنا قال الجنة ده حقته، ما حقك انت يعني. انت ممكن ما تقول له ربنا هو قسمها لأربع، قسمها لأربع يعني. انت ما ممكن تقول ابويا الشيخ ده بدي الجنة، ما ممكن يعني، الكلام ده ما صح، وده كله شرك، وربنا شنو يتقبل ده كله شرك يعني. طيب برضو رايك نحن بنحترمه. معنا منو نتعرف عليك؟ جزاك الله الف خير. ابراهيم علي ابراهيم. ابراهيم، حضرت المحاضره اول يوم ولا قبل كده جيت؟ اجي طوالي. رايك شنو في كلام الشيوخ؟ الله يجزيهم خير، الله يجزيهم، بنور الناس يعني. والله ما شاء الله عقيدتهم طيب. اوكي المغرب جاء، تعال اللي بيقول المغرب جد ذاته. هاي تعال لسه المغرب ما هزل. ما عارف انا زعلان ماله زول. نتعرف عليك. اسمي محمد داود عيسى. رايك شنو في الكلام؟ والله ما شاء الله الحلقات دي طورت ناس كثير وطلعت من مراحل بتاع الجهل، زي ما اخر مرحله قال ابو بكر دي. انا بتذكر كنت ذاته كنت يعني بلغي الناس محاضرات، اقول يا اخواننا هو تعمل كذا وتعمل كذا، في نفس اللحظه لما نمشي نقل قزول بغنيني بشيل لي انا ولاخواني ولا بتاع، لكن حاسس الحمد لله الواحد حصل في الوعي الكامل. نعم. شكرا. يا سلام، بارك الله فيك. نتعرف عليك. ابراهيم وادو يحيى. ابراهيم، رايك شنو في كلام الشيوخ؟ والله كلام جميل وكلام سمع يعني. كنا صوفيه لين هسه الله هدانا بسبب الكلام. انت كنت صوفي؟ انا ما كنت راجل. كنا بنشتري حجاب وحاجات زي. يا سلام عليك. والله زول يا جماعه حيوه معي تحيه كبيره. اكيد هو زول صادق جدا يعني. الان هو في مرحله، كان في مرحله. طيب الان الشيوخ ديل المحاضرات بتاعتهم دي هل كلها صحيحه؟ والله سمع يا كلام مفيد يعني. اي لكن البرهانيه ديل ما عندهم حاجات لذيذه كده مرات. بالنسبه للصوفيه كلامهم ما سمعنا، لكن بالنسبه لناس التوحيد ديل كلامهم سمع يعني. الشغلانه كلها توحيد بس يعني. الله يا اخي تحيه لك. التحيه لك برضو. نتعرف عليك. عندك حديث دار تقوله؟ طيب انت ما اخذت فرصه. نعم. طيب تعرف عليك. تعال جاي عندي مساحه. محمد احمد عبد الله. نعم. احنا طبعا معروف التصوف زمان بيجي بيقول لك الشيخ يدي الجنة والشيخ يدي الرزق، وكنا جارين ورا الشغلة دي، لبسنا الحجابات وعملنا. نعم. كان ما في وعي وما في ثقافة. الشباب ديل ما شاء الله صغفونا وطلعونا من المأزق اللي كنا فيه ده، وناس رجال يعني. الشيء اللي بيعملوه ده ما عملية بتاعت اي زول الا زول راجل، لانه معرضين لمخاطر. فكونه زول يعرض نفسه لمخاطر ويجي ينغزك، دي قمة الرجالة.
اوكي. بعدين اشي تاني بريحك انه بديك دليل وبرهان، يعني لما تتكلم معه كده ما بديك كلام ساكت من راسه ولا كده، بديك كلام بدليل وبرهان. ازول بديك دليل وبرهان ده ما خلاص اقنعك. تاني في شنو اللي هو احمد ده 60 سنه هنا ما بيقدر يديك، ولا اخوان المسلمين ولا شيخ ادم ولا عبد الحي يوسف ولا سجم ولا رماد ما قدروا يعملوا لنا حاجه. احنا بنحيي الشباب ديل ونقول لهم ربنا يقويكم، وانتم غايتوا قمه الرجاله وقمه الفروسيه. وشكرا. نحترم رايك. نتعرف عليك. الخزين جبار عبد الكريم، اول هذه الحلقات تقوم على التوحيد والنهي عن الشرك، وربنا سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فحلقه التوحيد والله ناس كتار استفادوا من هذه الحلقه، وكانوا في ناس من كان في ناس بيعملوا مشاكل عديل، لكن اما نسمع الحق ويسمع التوحيد بيمش في الاخير. ثاني شنو بيجي؟ وانا ذاتي قدامك انا ذاتي كنت صوفي والله يعني. حتى طفت بالجباب والاضرحه، لكن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى هداني الى الحق والطريق المستقيم، ونسال الله تبارك وتعالى ان يهدي الناس الى الحق والطريق المستقيم، وجزاك الله خير. يا سلام، كلام جميل جدا. متواصلين معكم اكيد. نتعرف عليك. محمد الجيلي. محمد الجيلي، رايك شنو في الحلقات؟ والله كلامهم سمح واي حاجه، لكن ربنا قال ادعوني واستجيب لكم. يعني كلام زي ما بمشي للشيخ دي وجنا الكلام ده في صحيح؟ يا ربنا قال لنا ولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني انت بتاكد كلام الشيوخ انه ممكن يساعدوك في انك تلقى جنة؟ لا ممكن. انا في زول كان جارنا ومشى للشيخ ودعا لا ما مشكلة كده، مشى للشيخ والشيخ اداه الفاتحة وفعلا جاب جنة. يا سلام. يعني اذا في بعض الشيوخ يعني ممكن يساعدوك في انه انت مثلا يدوك الفاتحه طوال الجنه يجيك. كلام عجيب، كلام عجيب. طيب نتعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوكم حماد مقدم محمد. اشكر الاخوه القائمين بامر المحاضرات ابو بكر واصحابه معه، وربنا يوفقكم. مزمل فقيري، وبالذات مزمل الفقيري ده انا قاعد ادق له تليفون شخصيا وبسأله من حيات كده فيه افتح بقوم بسأله. قاعد يستقبلك طوالي ولا بيقول لك يا اخي اضرب لي وقت ثاني ولا هسي 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 كلامي وكلامك ده؟ انا امبارح قلت له التليفون حوالي الساعه 9 سألته من ايد الام، قال لي ايد الام ده ايد باطل بتاع يهود وبتاع نصارى. يا اخي ده كلام غريب، كيف الكلام ده؟ لكن والله ده كلام بادله من السنه ومن الكتاب، من السنه ومن الكتاب. اي اذا نحن يعني نقول انه ده راي شيخ مزمل. طيب انت رايك شنو في الحلقات اللي تقدمت الليله بالنسبه ل يعني شيوخنا اللي قدموا الحلقات الليله؟ وشوف ناس ابو بكري واصحابه معه ما شاء الله جزاهم الله خير، لكن في حاجات بعض مرات بقوموا بيطرفوا عنا بعيد، يعني زي مساله الشيخ عبد الرحيم البري والشيوخ ما يشبه بالشيوخ ما يشبه ذلك السوق بعملوكم تصوف وما تصوف وكلام بصري. يا خلاص الشيوخ ديل ما قالوا كلامهم ده والله بحاسبهم، زي ما قال الشيخ ذاته ابو بكر ده، يا اخي اي زول طلع فتوى هو مسؤول منا، هو المسؤول منا. يلا انتم ما تقول لنا شيوخ ورونا الله وين، يورونا الناس ابو بكر ديل واصحابه المعاود ما شاء الله جزاهم الله خير، يورونا الله وين. احنا ذاتنا حنقيف معهم، لا بنعرف شيخ لا بنعرف جوطه لا بنعرف ده. وبعدين اختم لك بحلقه كده بس بسيطه كده، انا زمان عمري 10 سنه يعني ما كلام اسمه شنو ابو بكر، لكن مشيت للشيخ عبد الرحيم البري عشان اسلم عليه، ابيت ما اسلم. قلت الشيخ عبد الرحيم البري شخصيا انت ما تسلم عليه ليه؟ لكن الكلام ده في الرهدب ده كان، ومشينا الزريبه معي عمي واخوي قال لي سلم الزول، قلت له والله الزول ده جسمي كش منه، انا عمري 10 سنه وخصمت بالله العظيم عمري 10 سنه، قال لي سلم عليه قلت له والله الزول ده جسمي كش منه وما سلمت له. طبعا حصلت طربقه في راسي كده، الناس قاعدين يقولوا يا اخي قال لي انت كلامك ده عشان قلت زمانك ابيت ما تسلم للشيخ عشان كده مطربش، قلت لهم الله فيه. جزاك الله خير. اكيد نحن متواصلين معاكم ونتعرف عليك. ابني منو؟ عثمان. عثمان، رايك شنو في كلام الشيوخ؟ والله كلام جميل. كلام جميل، تمام. طيب نتعرف عليك. بس محمد يحيى ثاني، لكن اقول لكم حاجه انه الدعوه تعرفنا عليك. طيب منو؟ عمار. عمار، كيف الاحوال يا اخي؟ والله ها يوسف؟ ها يوسف اي يوسف ستة. طيب رايك شنو في كلام الشيوخ؟ كلام ما شاء الله والله ما في مشكله، ربنا يعينهم ربنا يعينهم ربنا يعينهم. انا كنت صوفي بلبس حجابات، لكن من جيت المحاضرات الحجابات ذات غليتها
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نتعرف عليك. آدم عيسى من الحي يوسف هنا. الحاج يوسف رايك شنو في كلام الشيوخ؟ والله الشيوخ ده كلام سمع. كان المحل ده كان بيه حجابات حاجات زي ذا مبطاره هنا، لكن هسه والله ما شاء الله جماعه اليوم كلهم جروا نظفوا. شيخ حميد ذات جرى. طيب مشاهدينا الاكارم في كل مكان، معانا الزول ده برضه نتعرف عليك. احمد عبد الله التوم. احمد تعال بجاي. رايك شنو؟ انت طبعا اخر يعني متواصل معانا، رايك شنو في كلام الشيخ؟ صار الشيخ قبل ما يجي، اول ما جه حسين هنا اول واحد مقدم هنا وكنت واقف معه ما شاء الله. الا بس بديكم للحظه واحده. ايوه في حاجات ما قاعدين تتكلموا فيها. ايوه يعني الجهاد. طيب دي رساله ان شاء الله، اكيد اكيد وصلت رسالتك، ان احنا ان شاء الله حنوصلها للشيوخ ان شاء الله ان شاء الله. مشاهدينا الاكارم في كل مكان، كنا معاكم الليله من داخل سوق 6 الحاج يوسف الوحدة، وأكيد إن شاء الله حنلتقي في استطلاعات أخرى. سلام من الله عليكم. هذه تحياتي، حامد محمد علي، حامد كسلة.